إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعلى كل من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومع سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الصنف الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعلهم مستظلين يوم القيامة بظله يوم لا ظل يوم القيامة إلا ظله، ومع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا رجل، ويصح أيضا أن يكون مكان هذا الرجل امرأة قال لها رجل أو دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، فهي صفة مشتركة بين الرجال والنساء. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب أي ذات جاه، ذات سلطان ونفوذ، فلعله إن لم يرضيها أصابته بالأذى، لعله إن لم يطاوعها سجنته أو آذته، لعله إن لم يطاوعها خسر دنياه، لكنه يخشى ربه سبحانه جل في علاه، فلا يخاف على دنيا هي زائلة، ولا يخاف من الأذى، فإن أذى الدنيا مهما كان لا يساوي شيئا في عقاب الله عز وجل يوم القيامة. دعته امرأة ذات منصب أي ذات سلطان وجاه، وفي رواية ذات حسب، دعته امرأة ذات حسب، والحسب يا عباد الله هو الأصل، أي امرأة أصيلة ذات حسب أي ذات أصل ونسب ومال، وهذه قضية معروفة. وجاء في الرواية أيضا إضافة إلى هذه الصفة ذات منصب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال،
أي أن هذه المرأة أيضا ذات جمال، ليست ذات منصب فقط، فلعلها ذات منصب لكنها ليست بجميلة، لا ينظر إليها مهما كان عندها من أموال أو نفوذ. فالإنسان عنده غريزة، وهذه المرأة قد اكتمل أو اكتملت فيها صفات الحسن والصفات التي تجعل الرجال يلهثون خلفها، فهي ذات منصب وذات جمال أي حسن وبهاء في المنظر وفي الخلقة. فقال هذا العبد دعته، ومعنى دعته أي طلبته، وفي ذلك يا عباد الله إزالة لكل عائق نفسي. فأي علاقة بين رجل وامرأة، أي فاحشة ترتكب بين رجل وامرأة، لا بد فيها من إزالة الحواجز أولا. لا يستطيع الرجل أن يأتي امرأة بفاحشة والعكس كذلك إلا إذا أزيلت هذه العوائق، لأنهم لا يعرفون بعضهم، فلا بد من علاقة، ولا بد من كلام، ولا بد وأن يزيل أحدهما كل هذه العوائق أو كلاهما يزيلان كل هذه العوائق حتى ترتكب هذه الفاحشة وحتى تقام هذه العلاقة. وهنا المرأة هي التي دعت أي طلبت وأزالت كل الحواجز وأزالت كل العوائق النفسية التي عند الرجل حينما دعته وطلبته إلى نفسها، فما عليه إلا أن يواقعها. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال إني أخاف الله، وفي رواية قال إني أخاف الله رب العالمين. لاحظوا أيها المسلمون أنه لم يقل إني لا رغبة لي، أو لم يقل إني أخاف أن يطلع علينا أحد أو يأتي علينا أحد، وإنما قال إني أخاف الله، وكأنه يقول لها حري بك أنت أيضا أن تخافي الله ولا تطلبي هذا الطلب. تأملوا يا عباد الله، هذا الرجل ويصح أن يكون مكانه امرأة أيضا كما في قصة سارة عليها السلام زوجة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما أراد الجبار الذي كان يحكم مصر أن يراودها عن نفسه فدعت الله عز وجل عليه فشلت يده وما استطاع أن يتناولها بسوء أو أن يلمس جسدها، فهي خافت، وهو ذات منصب، هو ملك مصر وحاكمها، وكان يؤذي من لا يطاوعه، لكنها خافت من ربها سبحانه وتعالى فالتجأت إليه ثلاثا حتى أطلقها، بل وأهداها هاجر. فيصح أن يكون رجل، ويصح أيضا أن تكون امرأة يراودها رجل صاحب منصب وعنده جمال، عنده فحولة ورجولة، وعنده أموال، فتخاف الله سبحانه وتعالى هذه المرأة وتقول له لا إني أخاف الله. أيها المسلمون عباد الله، مما لا شك فيه ومما لا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية مستهدفة من أعدائها، وخاصة في شبابها، خاصة في شبابها ذكورا وإناثا، ولذلك هم دائما وأبدا يخططون لتحطيم الشباب وليعيش هؤلاء الشباب وسط شهواتهم وملذاتهم، ولا يعرفون شيئا اسمه حرام، ولا يعرفون شيئا اسمه خوف من الله، لا يعرفون شيئا اسمه مراقبة الله. وكما قال أحد أئمتهم، قال كأس أي كأس خمر وغانية أي امرأة فاجرة، قال كأس وغانية
يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوا هذه الأمة في حب المادة والشهوات. لما يغرقوا هذه الأمة في حب المادة والشهوات تنهار الأمة. لما لا يبقى للعفة مكان في أوساط الشباب تنهار هذه الأمة. لما يغيب أو يزول الخوف من الله عز وجل في قلوب الرجال والنساء والشباب والبنات تنهار هذه الأمة. وساعدهم على ذلك أيها المسلمون جهل المسلمين بربهم وجهلهم بدينهم. لما يسمع رجل أن ابنه على علاقة آثمة محرمة ثم لا ينهاه، لما يعلم أحدهم أن ابنته تمشي مشيا فيه حرمة ثم لا ينهاها، هذا ديوث. والآخر يرضى من ولده ما لا يرضاه على ابنته، وهذا حرام كله. فالجهل بالدين أدى إلى بعض هذه المنكرات الموجودة بين المسلمين، أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة. بالإضافة إلى محاربة بعض العلمانيين في بلاد المسلمين للعفة التي يتمثلها الشباب المسلم والبنات المسلمات الذين نشأوا على حب كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يعيشوا بتلك العفة فحاربوهم على عفتهم وأغرقوا هؤلاء الشباب بموجة عالية من السفور والتبرج والفجور الذي يقرر له ويقر له في بعض البلاد الإسلامية وللأسف الشديد. وهذه محاربة لله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا رجلا ويصح أن يكون أيضا امرأة، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بماذا؟ لأنهم امتنعوا عن الحرام، لأنهم عفوا أنفسهم عن ارتكاب الحرام، لأنهم ما ضيعوا شبابهم وما ضيعوا دينهم، لأنهم خافوا الله سبحانه وتعالى فقالوا إني أخاف الله. لا شك أيها المسلمون أن القرآن الكريم بيّن لنا هذه القضية، وخاصة في جانب المرأة. فالمرأة خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها من الزينة وجعلها من شهوات الرجل، بل هي مقدمة على غيرها من الشهوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، وهذا كلام الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا فيها جمال، الدنيا حلوة خضرة فيها افتتان، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله سبحانه وتعالى يستخلف العباد في هذه الدنيا وينظر كيف يتعاملون وسط هذه الفتن، فناظر كيف تفعلون أو تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنه كان أول فتنة بني إسرائيل في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لذلك لما افتتنوا بهن ضلوا عن طريق الحق. ولذلك في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركت فتنة. الفتن كثيرة جدا كما نعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا، يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لأن المرأة يا عباد الله هي أقوى أسلحة الشيطان وأفتكها وأقواها
ولذلك كما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فيجعل الرجال، يجعل الشباب يفتنوا بها، وخاصة إذا كانت المرأة قد خرجت متبرجة، كاشفة عن شعرها، كاشفة عن صدرها، كاشفة عن ساقيها وعن يديها، كاشفة لمواضع الفتنة، كاشفة عن كل ذلك، فلا شك أن الرجل يفتن بها، ويكون من شأن ذلك أن تفتن هي الأخرى، ثم يحدث ما لا يحمد عقباه من وقوع الفاحشة التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنها. لذلك كان الإسلام معالجا لهذه الفتنة، وكان علاجه لهذه الفتنة من أفضل العلاجات وأنجحها. فحرم الإسلام كما نعلم جميعا الزنا، ولما حرم الإسلام الزنا لم يحرمه فقط، وإنما حرم الزنا وكل ما يؤدي إلى الزنا، فكل مقدمات الزنا حرمها الإسلام. وأمر الإسلام بالعفة، أمر الإسلام المسلم أن يعيش عفيفا، ولا فرق بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير. وقد تقدم بنا أيها الأحبة في الصفة الثانية من صفات المستظلين بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. الشاب الذي ينشأ في عبادة الله فلا يواقع الحرام ولا يأتيه، هذا من أفضل ما يكون عليه الشاب. ولذلك هذه الصفة مرتبطة بالأخرى، فلما ينشأ هذه النشأة الطيبة إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال يقول: إني أخاف الله، يعيش عفيفا. والعفة هي منع النفس عما لا يحل، وكفها عما لا يجمل. الشيء الذي لا يجمل بالعبد لا يأتيه، يكون عفيفا. ومعناها في اللغة كما قالوا النزاهة، أي يعيش نزيها، نزيها يعني طاهرا متطهرا، بعيدا عن كل ما لا يحل له وعن كل ما لا يجمل أن يأتيه. وهي حصول حالة عند العبد، العفة حصول حالة عند العبد تجعله عند الحرام يبتعد، يخشى الله سبحانه وتعالى، يتقيه. وهي شعار الصالحين وتاج المتقين وحلية العارفين بالله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. العفة يا عباد الله التي تحمي الرجل وتحمي المرأة، فالرجل والمرأة بالعفة يستجلبان رضا ربهما، ويحفظان بالعفة إيمانهما ودينهما، ويحفظان بها استقامتهما على منهج الله رب العالمين. ولذلك يا عباد الله أمر الإسلام بالعفة، وحرم الإسلام الوقوع في الزنا، وحرم كل مقدمات الزنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن من صفات المؤمنين المفلحين الصادقين أنهم يتعففون عن الوقوع في الحرام. قال ربنا سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الصادقين، قال ربنا سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه صفة من؟ المؤمنين. لا بد أن تكون صفتي وصفتك هكذا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي وراء ذلك أن يأتي امرأة غير امرأته فقد تعدى حدود الله عز وجل، ومن تعدى حدود الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه في الوقوع في حدود الله عز وجل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل في أرضه محارمه. فالله عز وجل يغار، وغيرته سبحانه وتعالى أن يأتي عبده ما لا يحل له من هذه الفواحش. لذلك حرم الإسلام
كل ما يوصل إلى الزنا. لما حرم ربنا الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولما يقول ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقرب الزنا من خلال خطوات الزنا. فالزنا له خطوات، ولذلك حرم الإسلام النظرة الحرام، حرم الإسلام النظر الحرام، وقال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تأمل أيها الحبيب كيف أن الله عز وجل جمع في هذه الآية بين غض البصر وبين حفظ الفرج، لأن غض البصر مرتبط بحفظ الفرج، فحفظ الفرج نتيجة فعلية لغض البصر، وغض البصر مقدمة طبيعية لحفظ الفرج، لذلك من غض بصره حفظ فرجه. ولذلك يا عباد الله ربنا سبحانه وتعالى قال آمرا بالعفة، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا لم تستطع أن تتزوج فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، وتعفف حتى يغنيك الله عز وجل من فضله وتتزوج. لكن أن يطلق الشاب وكذلك بعض الرجال، فليس الأمر في الشباب فقط، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة، أن يطلق الشاب بصره ثم بعد ذلك ينتظر العفة، فهذا محال. فالنظرة سهم مسموم، النظرة سهم مسموم لها وقعها في القلب. لذلك قال القائل كل الحوادث مبدأها من النظر، كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور يأتي بالضرر. فغض الطرف وغض بصرك عن الحرام. كذلك حرم الإسلام أن يمشي الإنسان إلى الحرام، أو أن يتكلم بالحرام، أو أن يسمع الحرام. لا تسمح لهؤلاء الذين يتكلمون في الأعراض أن يتكلموا عندك في أعراض الناس، لا تسمع إليهم، لا تمشي إلى فاحشة، لا تمد يدك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك من الزنا، قال كما في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها البطش، والفرج يزني، وكل ذلك من هذه الجوارح يكون، ثم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهناك زنا حقيقي بإدخال الفرج في الفرج بالفاحشة، وهناك زنا مجازي عليه إثم ووزر وقد يجر الإنسان إلى الزنا الحقيقي. لذلك حرم الإسلام كل ذلك، وحرم الإسلام الخلوة بالأجنبية حتى لا يأتي أحدهم ويقول لم أضمن نفسي، حرم الإسلام أن تختلي بامرأة لا تحل لك فإن ثالثهما الشيطان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الإسلام الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وحرم الإسلام كذلك التبرج من النساء. لما تخرج المرأة متبرجة والإنسان يعني يقول إذا خرجت المرأة متبرجة بهذه الطريقة، شعرها مكشوف وصدرها مكشوف ويدها مكشوفة ورجلها مكشوفة، وتمشي تتمايل يمينا وشمالا كأنها تدعو الناس إليها وإلى مواقعتها، أين نخوة الرجال يا عباد الله؟ أين نخوة المسلم الذي يسمح
بهذه الأمور وبهذا التبرج الذي ربنا سبحانه وتعالى حرمه وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها المسلمون، إن هذا رجل ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنكون كلنا مثله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالذي منعه هو خوف الله سبحانه جل في علاه. وليس هناك أقوى على دفع تلك المعاصي من خوف الله عز وجل، ليس هناك معين على دفع تلك المعاصي وهذه الفواحش من خوف الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ذكر الحافظ ابن عساكر، حافظ ابن كثير ينقل عن الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخه في ترجمة عمرو بن جامع أحد السلف، قال وذكر أنه كان هناك شاب يتعبد في مسجد، شاب أسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا، كان شاب يتعبد في المسجد، فأرادته امرأة ودعته إلى نفسها، أغرمت به امرأة أحبته لعفته ولجماله ولالتزامه واستقامته على منهج الله، فدعته وما زالت به حتى كاد أن يدخل إلى دارها، افتتن هو ضعيف حتى كاد أن يدخل إلى دارها، فتذكر قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بالغواية والفتنة تذكروا فإذا هم مبصرون، فوقع مغشيا عليه، فلما أفاق ذكر الآية ثانية وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فوقع ميتا. فلما مات وكان من تلامذة عمرو بن جامع ودفن ليلا، أتى عمرو بن جامع أباه وعزاه ثم ذهب إلى قبره فصلى عليه وقال يا فتى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسمع عمرو بن جامع، سمع صوت الفتى من داخل القبر يقول له قد آتانيهما ربي يا عمرو في الجنة مرتين. تأملوا يا عباد الله، الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مع المستظلين بظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الصفة وأن يجعلنا من أهل ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله النبي الصادق الوعد الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فتعفف عن الحرام فأكرمه الله سبحانه وتعالى وجعله من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومما يعينه وأعان هذا الإنسان على ذلك ويعين كل مسلم على العفة، أن يعلم الإنسان أن الإحسان جزاؤه الإحسان، فربنا سبحانه وتعالى يجازي العبد بعفته خيرا كثيرا، فمن ذلك تفريج الكروب كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وكان منهم رجل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، ألا وهو عفته عن الحرام، عن مواقعة ابنة عم له في مقابل أن يعطيها 100 دينار، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وقد خاف الله سبحانه وتعالى ورجع إلى ربه وتاب، ففرج الله عنه كربته. فجزاء الإحسان الإحسان. يذكر أن أبا بكر المسكي رجل من السلف، هذا الرجل سمي بالمسكي لماذا؟
لأن رائحة المسك كانت تفوح منه حتى وإن كان بعيدا، فكان الناس يشمون منه رائحة المسك. فسئل في ذلك قالوا: لا نراك إلا ولا نشم منك إلا رائحة طيبة زكية، رائحة المسك دوما. قال: والله إن لي سنين ما وضعت مسكا. قال: وما قصة ذلك؟ فذكر وقال: لقد راودتني امرأة وما زالت بي حتى احتالت علي. احتالت عليه أي بالحيلة حتى أدخلته إلى دارها، وكان رجلا قيل كان يبيع اللبن، فاحتالت عليه أن يدخل إلى الدار ليقضي لها حاجة وما فهمها في البداية. فلما دخل عندها أغلقت الأبواب وخلعت ملابسها وراودته عن نفسها. يقول: فاحتلت عليها، قلت لي غرض في الطهارة، أدخل دورة المياه أولا ثم آتيك. فقالت: إي وكرامة. فأدخلته إلى بيت الراحة. يقول: فقضيت حاجتي ثم أجلكم الله. يقول: أتيت بالعذرة على جميع جسدي ولطخت جسدي بها ثم خرجت إليها، فلما شمت رائحتي قالت: مجنون أنت، أخرج. يقول: فخرجت من عندها وذهبت واغتسلت، ومن يومها تفوح مني هذه الرائحة. يقول: في ليلتها وقد نمت رأيت في منامي من يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فجزاء الإحسان الإحسان، وأما جزاء من يقارف الحرام ولا يخشى الله سبحانه وتعالى ولا ينهى نفسه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما الذي لا يخاف ربه سبحانه وتعالى ويأتي الفواحش، فليعلم أن عاقبة هذه الفواحش عاقبة وخيمة: ظلمة في القبر، وظلمة في الحياة، ظلمة عند الممات، ضيق في الصدر، ضيق في الرزق وحرمان من الرزق. كذلك ما يأتي الإنسان من العار لنفسه ولأهله ولعائلته ولأبنائه، كذلك ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أن يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا جزاء الله سبحانه وتعالى لمن تعدى حدوده، وأما من حفظ نفسه ونهى نفسه وخاف ربه فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه الجنة ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا